يعني ملاحظ كمان انفتاح الكنيسة الفرنسيسكانية على الفن من أوسع أبوابه، عشان كده ما عندهمش مشكلة في تجسيد المسيح عليه السلام، ما عندهمش مشكلة إن ممثل يقوم بدور المسيح. لكن إحنا عندنا في الإسلام عندنا إشكالية في تجسيد الأنبياء والرسل. بالضبط. إزاي شايف القضية دي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا كمسيحيين تجسيد الأنبياء ما فيهوش أي خطأ، بس طبعا دايما إحنا بنتكلم يبقى فيه احترام دايما للشخصيات الدينية. يعني أنا شايف إن الأنبياء نفسهم يسعدوا جدا، في أي أنبياء يسعدوا بإن الشخص بيجسد ليهم دور جميل عشان يوصل رسالة. هو بيجسد الدور النبي ليه؟ عايز يوصل رسالة. شوفوا النبي ده كان عايش إزاي، شوف كان رسالته إيه، شوفوا كلامه إزاي، شوفوا علاقته بالناس الجميلة إزاي، أفضل من إحنا نخالف تعليمهم. يعني إحنا ما نجسدهم بطريقة جميلة بنوصل للناس رسالتهم أبسط، لأنها تبقى أبسط من الكتب، افضل بكثير من ان انا اخالف تعاليمهم وبعيش مثلا بان انا احارب غيري واقتل غيري واضطهد غيري واكره غيري. ده بالنسبه لهم بالعكس يتضايقوا منه، لكن الافضل يبقوا فرحانين ان انا بجسد حاجه جميله، اهو دورهم كان كده. في البعض بيخلط، طب يمكن الفنان ده حياته مش كويسه، انا ماليش دعوه، كلنا عارفين الفنان اللي عمل الدور النبي مش هيأثر ابدا على دور النبي مهما كان سلوكه، لان دي حاجه ودي حاجه. وبالعكس يمكن يعمل دور النبي اللي هو قام بيه يخليه يتغير، هو بقى كويس جدا. ايوه، يبقى افضل بكتير من قبل. طيب ده بيخليني اسال سيادتك على الافلام اللي تناولت المسيح. احنا طبعا شفت الضجه اللي صاحبت فيلم الام المسيح هنا في مصر قبل ان يعرض، وعندما عرض كان انتصار للاراده الفنيه واراده وحريه الفكر. وانت فاكر ايامها كان الله يرحمه دكتور جابر عصفور رئيس المجلس الاعلى للثقافه، وجمع كل الفنان كل قادة الفكر والرأي وأخذ رأيهم وجميعا أجمعوا على عرضه. فاكر أنت ميل جيبسون وألم المسيح؟ أنا حضرت الفيلم وسألوني وقتها، فطبعا سألوك قالوا لك إيه؟ قالوا لي أنت رأيك إيه في الفيلم؟ وطبعا الفيلم فيه عنف قاسي قاسي. هو كان ميل جيبسون قبل ما يعمل الفيلم دوت كان دخل في حالة نفسية صعبة وكان شبه ينتحر بظروف مرت بيه. لما أرى كتاب عن واحدة رهبة تألمت وغيره، وبعدين أرى قاعد يركز في ألم السيد المسيح، فهو حب يعملها بقى بس بطريقة عنيفة جدا. عشان إيه؟ يقول طب ما إذا كان السيد المسيح اتألم كده، وإذا كان في أشخاص بيتحملوا، ناس كتيرة جدا قريبة من ربنا بتتحمل الظروف اللي بيمروا بيها، ظروف صعبة في كل المجالات اتحملوا، طب أنا ليه أيأس كده؟ طب ما أنا أتحمل. فهو حب يربط الحكاية دي عشان كده عملها بعنف أكتر. لو نرجع لأفلام تانية قبل كده هتلاقي مش موجودة بالعنف دوت، حتى ألم السيد المسيح فيها بتبقى بطريقة مش بالطريقة اللي احنا شفناها مع فيلم ميل جيبسون. لكن وارد وارد ان انت متقبل النوعية دي من الأفلام. دايما أفضل من ان تكون فيها حاجات إساءة، لأن في أنا ما كنت حتى في إيطاليا بدرس إعلام من 95 ل 98، كان في وقتها عرض فيلم في باليرمو في الجنوب، فيلم مسيء للمسيح. للمسيح؟ فطبعا بكل بساطه الكنيسه قالت يا جماعه الفيلم دوت كده وكره حر، بس دوت مش فيلم كويس. وبالفعل ناس كتير قطعت الفيلم سقط حتى انتاجيا، وندم اللي عمل الفيلم مش هيعمل حاجه زي كده تاني. ودي افضل حاجه، يعني أفضل حاجه للافلام المسيئه او الرسوم المسيئه مقاطعتها او تجنبها مقاطعتها، ونعمل احنا بقى الحاجه المظبوطه الجميله. يعني مش كفايه قاطع، لا يعني قصادها بالظبط حضرتك. يعني شفت دايما يسار دائما وابدا افلام مسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام، افلام مسيئه دي بقى انا يمكن في بعض الدول الغربيه بقى في ناس تخرج تحديدا لتسيء بل وتمزق المصحف وتحرقه. دي طبعا بتدل على اخلاق الناس. يعني دلوقتي زي ما بيحصل ايه، انا لو اجي مثلا اهين حد، الاهانه ما جاتش على الشخص، انا اللي بقى انا هنت نفسي لان صدر مني تصرف وكلام خاطئ ينم عن شخصيته. يقول ايوه شوف هو ده اخلاقه ازاي، التاني ما ردش عليه شوف اخلاقه افضل بالزاي. ما جاتش بقى الاهانات والشتايم اللي انا اهنت بيها الشخص على الشخص، لان الناس عارفه الشخص. فدي نفس الشيء، احنا احلى حاجه نقاطع الافلام دي، نتجنبها، هتخسر ومحدش يقدر يعمل كده. لما احنا بنيجي نبتدي طبعا بنثيره كده ونعمل ضجه كبيره.